سنجد في التاريخ الإنساني على مر العصور كنوزاً لصور وأشكال ظلت مخفية، وما زلنا في رحلة البحث عنها دائماً لمحاولة الكشف عن ماهيتها ومعرفة أماكن وجودها خلف جدار البشرية. نتعلم منها ونقتبس من ماضينا لنرسم حاضرنا ونرى من خلالها مستقبلنا بداخلنا للوصول للكنز واكتشاف الخبيئة. منزل الميزوني. يفنى الإنسان وتبقى الأماكن شاهدة على سيرته وقصصه وحكاياته، عبارة قد تخطر على ذهن المتردد على شوارع رشيد، تلك المدينة التي يلتقي عندها نهر النيل بالبحر المتوسط، والتي كانت في الماضي واحدة من موانئ مصر الشهيرة، إلا أن شهرتها الحقيقية جاءت مع الحملة الفرنسية التي اجتاحت مصر في عام 1798 من الميلاد، واستمرت بها حتى عام 1801، حيث يذكر التاريخ عثور علماء الحملة على حجر رشيد، والذي عرف العالم من خلاله تفسير اللغة الهيروغليفية القديمة. وإلى جانب ذلك الحجر الذي منح رشيد شهرة عالمية، نجحت سيدة من أهل البلدة في لفت الأنظار إليها بعد زواجها من قائد الحملة مينو، الذي أسلم من أجل عيونها. كانت تلك المرأة هي زبيدة بنت محمد البواب الميزوني، التي ما زال منزلها شاهدا على قصة حياتها وزواجها ومماتها وأحداث جرت بين جدرانه، التي تحمل بداخلها مفاتيح الكنز وسر الخبيئة. في رشيد التي تبعد عن مدينة الإسكندرية بشمال مصر بنحو 60 كيلومترا، ما زال يوجد نحو 20 منزلا أثريا يعود تاريخها إلى القرن 18، وتتميز جميعها بتمازج الإبداع المعماري المملوكي والعثماني، من حيث الواجهات المرتفعة المبنية بالطوب المبخور ذي اللونين الأسود والطوبي،
والتي يتخللها الميل الخشبية لربط الجدران، بينما معظم السقوف خشبية ومزدوجة ومزخرفة بالأرابيسك. ويعد منزل الميزوني الذي شيده محمد عبد الرحمن البواب الميزوني واحدا من أهم تلك المنازل وأجملها، مراصفة ليس فقط من حيث البناء ولكن بين حسن البشر بداخله وعمارة الحجر بخارجه. ينسب منزل الميزوني إلى عبد الرحمن البواب الميزوني أو المأزوني، ويرجع تاريخه إلى 1153 هجريا كما هو مثبت أو كما هو موجود على اللوحة التي توجد على السبيل المصاصة الملحق بالواجهة. ولقد سكن منزل الميزوني زبيدة التي تزوجها مينو القائد الثالث للحملة الفرنسية بعد أن أسلم وأعلن إسلامه وسمي بعبد الله وأنجب منها سليمان. وحقيقة الأمر إن منزل الميزوني يعكس مدى الانفراد التي تنفرد به مدينة رشيد من خلال طرازها وشكلها المعماري. فهنلاحظ في الواجهة بأن هي من الطوب المنجور اللي هو عبارة عن طوب باللون الأحمر وطوب باللون الأسمر، يتم الدمج بينهم بالكحلة البيضاء البارزة. منزل الميزوني يتكون من عدة أدوار، وواجهته بها خمسة أبواب بالدور الأرضي، ويؤدي أولها الشرقي لمنزل الميزوني، والثاني يؤدي إلى حجرة السبيل، والثالث إلى المخزن، والرابع يؤدي لسلم منزل جلال الملاصق له، والخامس إلى مخزن منزل جلال. ويعلو كل من هذه الأبواب منور بالحديد. أما الباب المؤدي إلى حجرة السبيل فتعلوه بلاطات قاشاني، زخارفها من الأوراق والفروع وزهور اللالا والزنبق والرمان بالأصفر والأحمر والأخضر. وعلى يسار الباب يوجد شباك السبيل، وأسفله حوض رخامي ولوح رخامي عليه النص الخاص بالإنشاء. هذا البيت من أهم البيوت الموجودة في رشيد أو المنازل الأسرية الموجودة في رشيد، بيتكون من أربعة أدوار. الدور الأرضي منه كان عبارة عن شادر أو حاصل تبعا لمكانة الرجل كصاحب كتاجر كبير من تجار مدينة رشيد. والدور الأول علوي السلملك لاستقبال الضيوف وعقد الحفلات والاجتماعات وإبرام الصفقات التجارية بينه وبين التجار القادمين من الخارج. إضافة إلى ذلك أهم ما يميز أنه في موجود عندنا دورين للحرملك. الدور الأول الحرملك للإقامة النهارية أي في وقت النهار، والدور الرابع الحرملك للإقامة الليلية أي للمبيت والنوم. الدور الأرضي به شادر وحجرة الصهريج، والدور الأول للرجال وبه حجرات لها شبابيك من المصبعات والتقاطعات الحديدية. الدور الثاني مخصص للحريم وبه مشربيات بارزة من الخرط الميموني. والدور الثالث به حجرات لها شبابيك من الخرط وحجرة الأغاني وبها دواليب خشبية ومنور مربع، وبه كذلك الحمام الذي يشبه حمامات المنازل الأخرى برشيد. وعلى الواجهة القبلية للمنزل حجرة بالسطح بها المدخنة التي تبدأ من الدور الأول وتنتهي أعلى السطح. يوم واحد لا يكفي لاستقراء ذلك التاريخ البعيد والحافل لمدينة رشيد التاريخية من خلال كتاب العمران المفتوح. يوم واحد لا يكفي لاقتفاء الأثر التاريخي من خلال تلك الشواهد التي بقيت متحدية راسخة، والتي لم تعبث يد البلا إلا بالقليل منها. إنها ليست أطلالا، ولكنها سجل تاريخي مفتوح لمن يدفعه فضوله ليبحر في صفحات التاريخ المطمور. إن رشيد لم تكن هامشا تاريخيا، بل كانت متنا من أهم متونه،
فرشيد هي التاريخ إلا قليلاً. يحتوي منزل الميزوني على ثلاث مداخل، مدخل يؤدي إلى المنزل، والمدخل يؤدي إلى حجرة السبيل، وبيتميز هذا المنزل، هذا الباب، وينفرد بمنزل الميزوني بوجود الزليج أو البلاطات الزليج التي أطلق عليها في الوثائق الزليج المغربي، وده يعتبر أو بينفرد به منزل الميزوني عن غيره. ثم بعد ذلك هنلاقي الباب المخصص للمخزن أو للشادر، وبين فتحتين الباب للحجرة السبيل وللمخزن هنلاقي فتحة معقودة بيتم من خلالها توصيل الماء للصهريج الذي كان يشترك فيه منزل الميزوني ومنزل حسن جلال. ودي كانت ميزة أو سمة بيتميز بها أهالي رشيد، في أن بعض الأحيان كان يبنى الصهريج ويكتفي به لأهل الدار، وبعض الأحيان كان بيملى الصهريج ويشترك فيه الدارين. لذلك هنلاقي ان الواجهه او هنرى ان واجهه منزل الميزوني ومنزل جلال المجاور له تشترك في واجهه واحده، مما يرجح ان المنزلين يرجعوا لفتره واحده. تنفرد رشيد عن سائر المدن المصريه بمجموعه من المنازل الاثريه الاسلاميه التي يرجع تاريخها الى اكثر من 200 عام، وما زالت هذه المنازل تحتفظ باسماء مؤسسيها من كبار التجار والاعيان، وجميعها تغري باستقراء التاريخ، ومنها منزل جلال وهو ملاصق لمنزل الميزوني وكان جزءا منه، ويتكون من 4 أدوار، أعلاها يستخدم أثناء الصيف، وتمتاز واجهته بالشبابيك المصنوعة على هيئة المصبعات الحديدية والمشربيات المصنوعة من الخشب الخرط الزخرفي، وتم تشييده في النصف الأول من القرن 12 الهجري. ما زال منزل البواب الشهير بالميزوني والذي بني في عام 1740 من الميلاد، ما زال بحالة جيدة رغم تعرضه لعوامل التأثيرات الجوية والتعليات المجاورة، وهو مقام ومنشأ على درجة عالية من الاعتناء والذوق الرفيع، ويحتوي دورا أرضيا ودورا آخر، وواجهته الغربية تمتاز بشكل بواكيها المسمى بالعجمي. وبخلاف تلك البواكي يوجد جزء من الواجهة البحرية، فإن مباني المنزل مطعمة بالتكسيات من الأخشاب والشبابيك المفتوحة بانتظام في الدور الأول، مما يشير إلى أنها كانت حجرة مهمة بالمسكن، ويصل إليها الإنسان من السلم مباشرة وهي مربعة الشكل، وارتفاع السقف لا يتعدى 3 أمتار، وتركيب الحجرة يحتاج وصفا كثيرا لروعتها من حيث الخط الذي اتخذه المعماري الرشيدي بها. هذا الكم من العمارة المدنية الموجودة في مدينة رشيد بيجسدها هذا المنزل اللي احنا موجودين فيه، منزل الميزوني أو المأزوني كما يحلو البعض أن يقول، يعني اللي هو منزل زبيدة البواب اللي احنا اتكلمنا عنها من قبل. اللي بيميز هذا المنزل هذا الاتساع، الساعة دوت مش موجود في منازل أخرى عدا منزل الميزوني. ميزة أخرى هي السلالم، السلالم أفقية بشكل يلفت الأنظار، ودي فيها ناحية تكتيكية وناحية عسكرية. يقال إن الشيء ده كان متعمد في العمارة الموجودة بحيث إن بيدي مهلة للناس اللي هم أصحاب البيت والمقيمين فيه، وسواء كانوا عسكريين أو مدنيين، إنهم ياخدوا فرصتهم في اتخاذ القرار حتى يأتي من بخارج المنزل. الشخشيخة الموجودة في المنزل والأدوار الخاصة بأهل البيت في الحراملك، والنداء اللي كان بتناديه السيدات المتواجدات في المكان على العاملات في الأدوار الأدنى، كل دي حاجات بتميز هذا المنزل علاوة على الجمال اللي في الفنون المعمارية الموجودة فيه. ما زال عبير زبيدة، غادة رشيد وحسناء المنزل هائما في كل أرجاء المكان، يفوح من الأرائك والأسرة المبنية من الحوائط والتي كانت في السابق تفرش بالحاشيات المنجدة وتغطى بأجمل أنواع المنسوجات المزركشة والأكلمة الجميلة الصنع،
فمعظم الحوائط بالمنزل مشغولة بالشبابيك الكبيرة، والباقي مشغول من القيشان، والشبابيك من الخشب الخرط المسمى بالمشربية، وكل شباك يعلوه منور بظرفة لها مجرى معد لقفلها، بينما فوقه أرفف من الجهة القبلية فوق الحائط بمتر واحد، ودواليب وخوخات صغيرة لحفظ الأشياء الصغيرة. جدير بالذكر أن منازل رشيد تتميز بأن الطابق الأرضي لكل دار مخصص للرجال ويسمى الدهليز، وله باب مستقل تتوسطه قاع وتحيطه غرف. أما الطابق العلوي فخاص بالحريم ويطلق عليه الهدير، أي مكان النوم، كما أن جميعها تشترك في استخدام نظام الأسقف المتعددة المستويات ليزيد تماسك البناء، وتعتمد الكوابير الخشبية لحمل الأجزاء البارزة والأدوار العليا التي يتجه بروزها نحو الخارج بالتدريج. نظرا لطبيعة مدينة رشيد التجارية، فإننا هنلاحظ أن الدور الأول بيشغله دائما مخزن أو شادر أو وكالة، منشأة تجارية أو منشأة صناعية، وبعض الأحيان كان يشغله منشأة قاعة استقبال أو قاعة عادية مخصصة للسكن. يعلو المخزن الموجود في الدور الأرضي الدهليز كما ذكر في الوثائق، ويتوسطه فسحة، وتعرف الفسحة بالميدان، يحيط بها مجموعة من الحجرات الرئيسية الملحقة بالدور. يعلو الدهليز وسط الدار، ويلاحظ أن في منزل الميزوني مما يميزه وجود وسطي دار، وسط دار الأولى ووسط دار الثانية، وبتتميز وسط الدار عن الميدان بأن هي يتوسط سقفها فتحة بتختلف شكلها من منزل للآخر. ثم بعد ذلك نجد الحضير الذي يشغل أو هو عبارة عن قاعة واحدة، ودي من الصفات التي كانت مميزة في منازل مدينة رشيد، وجود الحضير الذي يستخدم لنشر الأسباب أو الملابس، وفي نفس الوقت كان وسيلة ترفيه لأهل البيت في الحضير الذي كان يحاط من أسواره بالسياج الخشبي. وهنلاقي في الواجهة بأن هي بينتهي كل واجهة بوجود إطار خشبي يعرف باسم الماوردة. وفي النهاية، لعل رغبتنا في قراءة دراما التاريخ من داخل منزل البواب هي التي شكلت واقعا قويا لزيارة هذا المسرح التاريخي الصغير الذي احتشدت عليه أحداث أثرت في تاريخ مصر كلها. ويبقى السؤال، هل طرقت يوما باب الميزوني؟ أم اكتفيت فقط بالنظر إلى أعلى لرؤية الخبيئة؟